رأيك في أداء الزمالك أمام الاتحاد المنستيري في البطولة العربية؟ أداء كان أداء مشرف وشرف الكرة المصرية والكرة العربية، وأتمنى إن شاء الله يفضل الأداء كويس عشان يكملوا البطولة على خير بإذن الله. صراحة أداء مشرف يعني، وإن شاء الله تكون بداية لفريق الزمالك إن يرجع تاني إن شاء الله يعني. والله أنا ما كنتش متابع بصراحة المباراة، بس أداء الزمالك الفترة الأخيرة كان مستواه الفني قليل جدا يعني، فنتمنى إن هو يحقق حاجة كويسة في البطولة ويفوز باللقب يا رب إن شاء الله. توقعاتك لمباراة الزمالك والشباب السعودي يوم الاثنين؟ ان شاء الله توفق يعني، يكون حاجه حلوه يعني، يدي اداء حلو. اتوقع الشباب السعودي يكسب، عشان اتمنى الزمالك، بس هو يعني الزمالك اداؤه الفني بصراحه يخوفنا عليه يعني، بس هو اسم كبير واتمنى له الفوز ان شاء الله. هي المباراه برضه هتبقى صعبه لان الزمالك محتاج فيها اقل حاجه يبقى فيه تعادل، هيلعب مباراه كويسه ان شاء الله، والزمالك اتمنى ان شاء الله يكسب الزمالك 1-0 باذن الله. الشباب طبعا فريق اي حاليا يعني الدوري السعودي اقوى دوري عربي، فهيختلف يعني مباراه الزمالك مع الشباب هتختلف ان شاء الله، واتمنى الفوز للزمالك ان شاء الله باذن الله. الزمالك يفوز ان شاء الله.